تكبر تكبر، فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك. تكبر تكبر، فمهما يكن من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك. نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل، فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل أقاتل أقاتل. يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل، فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل أقاتل أقاتل. لأني أحبك أكثر، نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. غنائي خنائي
ما في الواحد يكون لاجئ قدم، ما حدا يختار اللجوء، اللجوء هو شيء صعب، اللجوء هو شيء ينجبر عن قوم يختار، ما حدا بيختار ينشغل عن الجحود، ما في، ما بعرف، بعرف إنه أنا سورية، بعرف إنه من 6 سنين بلدي عم بتدمر، أهلي عم بيموتوا كل يوم، ما حدا بالعالم قرر يعمل خطوة، بس الوقت شلل. بعرف إنه أنا بسوريا وقت شاركت بالثورة طلعت مشان الحرية وناديت مشان الحرية وآخر شيء كنت مجبرة إني غادرة البلد بعرف شان الحرية هي فكرة كثير واضحة ما حدا بقرر يواجه الموت إلا لما عرف عن الموت وهي حالة اللاجئين يمكن شوي مخصصة العرب اللاجئين السوريين بس هي بلد بقدر أقول إنه يمكن يمكن شيء ما بعرف نقول روحانية هي مهمة لكل حدا فينا حياة صعبة حياة كثير صعبة نحن بحاجة لنعيش روحانية ما بعرف إذا فيني أقول من خلال بس بعرف كمان من تجربتي الشخصية تجربة بلد إنها تخلط السياسة هذا الشيء كثير صعب كثير صعب نتيجة تكون كثير صعبة بعرف إنه واحدة من الأهداف اللي خلتني أشارك أنا كنت عمالة سفر في رابط بين الحرية واللجوء أنا كنت عمال سفر في حالة اللجوء هي حالتي هي قضيتي عشان هيك بعرف قديش اللاجئ ممكن يواجه صعوبة